تقول إذا طهرت الحائض وهي المدرسة أو الجامعية أو عند زيارتها لأحد وحان وقت الصلاة فماذا تفعل؟ وإذا كان وقت الصلاة يفوت بسرعة مثل المغرب والعصر، هل تتوضأ وتصلي إذا رجعت لمنزلها؟ إذا كانت ترجع إلى منزلها قبل خروج الوقت فإنها تؤخر الاغتسال إذا رجعت إلى بيتها وتغتسل وتصلي، أما إذا كان سيفوت الوقت ويخرج الوقت فإنها تغتسل في المكان الذي هي فيه، وهذا ميسر ولله الحمد. تدخل في مكان مستور مثل دورات المياه اليوم التي في البيوت، تدخل فيها وتغتسل ولا يحصل في هذا أي حرج.